الثاني ديال جمعية أجيال المستقبل في إطار الاحتفال بمنتدى الثقافي للكتاب. وهذا المنتدى هذا راه مليء بمجموعة ديال الأنشطة اللي هي ثقافية علمية تربوية، مجموعة ديال الأشياء، ومن ضمن الأشياء هو المعرض التشكيلي المقام حاليا. المعرض التشكيلي المقام حاليا مشاركين فيه خمسة ديال أربعة ديال الفنانات. إذا كاين مجموعة ديال الصور نشوفوهم تفضل. كاين مجموعة ديال اللوحات وفيها مدارس. أخ ممكن تشرح لنا هذه اللوحات؟ ممكن تعطينا فكرة؟ تفضل تفضل. اللوحات ديال زوج ديال اللوحات ديال الأستاذ محمد. اسم كريم؟ عبد الرحيم المجيلي فنان تشكيلي. عبد الرحيم؟ المجيلي. النجيلي. النجيلي. أه فنان تشكيلي. أه. بالنسبة لهذ اللوحتان ديال الزوجة ديالي. أه. اسم ديالها؟ مجيلي ليديا. ليديا ليديا برافو. اوكرانيه مقيمه هنا بفريكا وسبب نعم. قربنا شي شويه من الصور، بان لي انا كاين المراه، كاين الحصان، كاين بالنسبه للخير. حنا ركزنا على ما هو تراث. بالنسبه للوحات ديال هذه تتبان لي لوحه على ما الاستاذ محضر. هي الاستاذ محضر هذه لوحات ديال الاستاذ محضر من مدينه بوجنيفا. هو هنا كيركز على المشارك معكم. كاين اربعه في التشكيل وواحد في الصور الفوتوغرافيه. الاسماء ديالهم؟ كاين سعد الرحيم مجيل رئيس الجمعيه. وكاين سميت الجمعيه جمعيه اش؟ المغرب التقامر الجمعيه. نعم. هذه الجمعيه قامت بالتزيين ديال الجداريات. جداريات على مستوى المدينه. وسط المدينه. وسط المدينه. نعم. نعم. اذا كاين سي عبد الرحيم، كاين الزوجه ديالو اللي هي ليديا الجيلي، وكاين حامد محضر من بوجنيفا. كما كتلاحظوا انه كاينه مواضيع كثيره. اذا كاين على المراه المرأة الإفريقية وأيضا المرأة الأوكرانية على ما أعتقد أن هذا الوجه أوروبية. أوروبية نعم. هذه الأطلس. هذه الأطلس نعم. وكاين هنا القضية الفلسطينية حاضرة في الصور. يعني من خلال كنشارك في واحد المهرجان في فلسطين. نعم. وأيضا هنا الفولكلور. هنا الفولكلور التونسي ربما ديك اش رقصة نعم أو تركي. نعم. أيضا هناك رقصات. أيضا هناك نعم كاين خليط ديال المدارس. نعم مدارس. هي المدرسة الواقعية على ما أعتقد، لأن ما كاينش هنا المدرسة الواقعية. لأن إذا هنا ما كاينش لوحات تجريدية. لوحات تجريدية. تجريدية بطبيعة الحال. نعم. هذه تفسرها كيف ما بغيتي أنت على حساب. الدور ديالها هو لانيماسيون ديال اون سيرفاس معينة. عوض ما ندير واحد المنظر اللي طبيعي ولا شي حاجه، كنديروا اشكال وكيبقى الانسان على حساب التخمينات ديالو. كيفاش يمكنك تفسر ان انت كفنان تشكيل وكاستاذ؟ الى لاحظنا هنا غادي ندوز. بغينا كان تعطينا وجهه نظرك انت الى شفتي هاد. كنلاحظوا ان كاين التقسيم ديال اللوحه، لاحظ معايا. آه وكاين الوان بارده. نعم. اللي كنا كنقولوا الوان بارده كنمشيو الازرق المشتقات ديالو. نعم. وكاين الوان اللي هي حاره. نعم. كما كنقولوا. كل ما هو اصفر برتقالي اللون ديال النار الى غير ذلك. اذا بارده لي كولور فغادي لي كولور. شنو هي الرمزيه ديالها؟ دابا الرمزيه ديال السماء البحر والسماء والارض قاحله. والارض قاحله. نعم نعم. اذا هنا تنشوفوا عاوتاني البحر. هنا تيبارك لي طراس ديال الرمال الفوتوغرافيه ديال هنا وبالاسود. هنا هذه فوتوغرافيه. هذه صور فوتوغرافيه. كاك نعم. الابن ديالي. ديال الابن ديالك بدر الرجاوي. نعم نعم. اذا هناك الزربيه على ما اعتقد. هذه الزربيه ديال الاطلس كما كاين هناك على ما اعتقد. هذيك صوره تاع هي ياك ديال الصخور. نعم نعم. وهذه هذه تاع هي ربما صور فوتوغرافيه. في خريبكا. في خريبكا. قاعه الاطلال. هذاك ديال الوصيفي. ديال المكتب الشريف. فوسفات. اذا هذه هي البقايا اللي كانت. نعم. اذا اشنو هما اللي بقى لي شنو هما اضافه لهذا المعرض؟ شنو عندكم مازال؟ دابا ان شاء الله المعرض راه مقام طيله المنتدى المهرجان. وعندنا انشطه بالنسبه للاطفال، المنتزه ديال بن عمير، لان غيكون عندنا ورشه السبت لابغي ميدي المساء والاحد. نعم. اذا هذه ورشه الا كان اش من وقت تقريبا غادي تبدا؟ ماشي جوج ديال يعني غدا وبعد غدا في الحديقه ديال بن عمير. حديقه
إذا هذه موجهة للأطفال. موجهة للأطفال نعم. دونك شكرا سي الرجاوي على هذا التوضيح. شكرا حد سعيد. مرحبا بالصحافة الأهلية الأخ سواقي، مشكور على تتبعك لكل الأنشطة الثقافية والفنية التي تحتضنها مدينة ليبيا. إذا نحن هنا نتواجد في مركب الثقافي القدس لحضور الدورة الخامسة لمنتدى الكتاب التي تنظمه جمعية أجيال مشكورة تحت عنوان أضواء على الهجرة والمهاجرين. والجمعية عودتنا دائما على أنشطة يعني في الكتاب، أنشطة في الكتاب وفي القراءة العمومية جادة ورزينة، ولا يعني لا يمكن لنا إلا أن نشكرها على بادرتها هذه. إذا بقولكم الإضافة، فطبعا يعني أي نشاط ثقافي منظم لا يمكن له إلا أن يضيف لبنة أو إضافة يعني جديدة لهذا الصرح الثقافي الذي نبنيه جميعا والذي نؤسس له جميعا كمندوبية إقليمية للثقافة وكجمعيات وفعاليات ثقافية. هذه الدورة يعني جد متميزة، عرفت يعني تنظيم ورشات وتوقيع كتب ويعني آخر إصدارات. يعني دائما الجمعية صراحة تأتينا بالجديد، ووزارة الثقافة يعني أيضا تضع صلب عينيها يعني الاهتمام بالمهاجر، فهي دائما تنظم أنشطة يعني ثقافية عديدة للفئة أو للجالية المقيمة يعني في كل دول العالم، من مسرح ويعني ومعارض للكتاب وتشكيل وجميع فنون الأداء يعني تستفيد منها الجالية. ووزارة الثقافة مشكورة على دوري هذا. وبدوري في الأخير أشكر كل من دعم هذا النشاط، وزارة الثقافة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجميع الشركاء، حتى لا أنسى يعني أي شريك، كلهم مشكورين. أستاذة برعو، كنظرة بانورامية على الأنشطة والحركة الثقافية بالمدينة باختصار. أنا أقول أن يعني بكل صراحة أن الثقافة في مدينة ليبيا بخير، يعني هذا يبشر بالخير. مجموعة يعني من العروض المسرحية تتوالى في انتظام يعني وباستمرار، معارض الكتاب أيضا تنظم دائما، أنشطة للموسيقى يعني مهرجانات عديدة وتمس كل الجوانب الثقافية تنظمها الجمعيات في مدينة ليبيا والفعاليات الثقافية بشراكة أو بتعاون أيضا مع المديرية الإقليمية. وهذا يعني وعلى ذكر المديرية الإقليمية، كيف تتفاعل بطاقم بشري قليل؟ ألاحظوا أن المديرية فيها جوج ديال الأشخاص، كاين فيها المديرة وكاين فيها واحد الشخص كاين تما، يعني هاد الطاقم البشري ربما كيف تتفاعلين؟ لدينا يعني مصلحة للتراث الثقافي يمثلها موظف، ومصلحة أخرى للتنشيط الثقافي يمثلها موظف والإدارة. يعني حقيقة كنبذلوا جهد كبير، بالرغم من الطاقم الإداري قليل، فنحن يعني نحاول أن نغطي المدينة والإقليم. تارة ننظم أنشطة للمسرح والموسيقى، وتارة يعني نرعى جانب التراث أيضا، يعني هناك تراث مادي ولا مادي متنوع في المدينة والإقليم، هو أيضا نتابعه يعني ونهتم به. وهذا يعني مشكل عويص في جميع الإدارات المغربية. نتمنى إن شاء الله أن يعني يتم إغناء الجانب الموارد البشرية السنة المقبلة إن شاء الله، وإن شاء الله تضاعف الجهود لما هو أفضل. وشكرا. كان اليوم الثاني من ملتقى الكتاب في دورته الخامسة التي تنظمها وتسهر عليه جمعية أجيال المستقبل بمدينة ليبيا. كنت هذا المساء مكلفة بتسيير لقاء أو حفل توقيع لكاتبين، كاتب من مدينة ليبيا وهو كاتب وإعلامي وقاص مهتم بقضايا الهجرة، قام بتوقيع شرقي بكرين. نعم الدكتور الأستاذ شرقي بكرين الذي قام بتوقيع مجموعة قصصية تحت عنوان الحلم الإيطالي، والتي تضم مجموعة من القصص الواقعية للمهاجرين ولأبناء المهاجرين أيضا وآبائهم. وكذلك قام بتقديم هذا الكتاب الأستاذ عبد الهادي بغبان، وهو مهتم أيضا بقضايا الهجرة والمهاجرين. وكذلك كانت الضيفة القاصة والروائية الصيدلانية زهرة عز، والتي قامت بتوقيع مجموعة قصصية تحت عنوان وليمة الأعشاب، حلم الأعشاب
والتي تعالج هذه القضية، قضية الهجرة والعواقب السيئة التي تعطينا هذه الضغط. إذن كتقييم وكخلاصات؟ كتقييم يعني يمكن أن نقول أنه قد قمنا بالخروج بتوصيات من خلال هذا اللقاء، وكذلك أيضاً شعرنا أنه كان هناك تفاعل مع الحضور الكريم، لأن الجميع لابد وأن نجد أن هناك من يعاني من هذه الظاهرة، سواء كان ابن ظاهرة الهجرة. نحن في مدينة خريبكة عاصمة الفوسباط التي المعروفة بالهجرة في سنوات ليست بالقليلة إلى الديار الإيطالية، وكذلك العودة من الديار الإيطالية، وهذا الذي سبب معاناة كبيرة وجراح يمكن لزمن وحده أن يداوي. بطبيعة الحال أنا إخوان نصحتهم في بداية هذا اللقاء على أنه من الأفضل ومن الأحسن أن يتم توقيع شراكات مع مدونية وزارة التربية الوطنية ليستفيد التلاميذ من هذا التوقيع. التوقيع مهم جدا، هذا المعنى زوج خطوط مهمة جدا في الثقافة، فبالتالي الاستفادة تكون استفادة مهمة جدا. لو حضر التلاميذ ديال البكالوريا آداب مثلا اللي هما عندهم، إذا يجب تعميم هذه التجربة على مستوى المدارس. ما تكون مهني إما الجامعة، نعم الجامعة حضر معنا الدكتور شرقي نصراوي، نعم لو كنا حاضرين في الجامعة نعم لكان الحضور أكثر، نعم الاستفادة أعلى. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس